استثنى، أنا لست. ما الأمر يا عزيزتي؟ لماذا تتراجعين عن الارتباط بالرجل؟ أهي لمشيته العرجاء؟ ماذا؟ أم كلماته الرعناء؟ أو لا، أم لقدميه المعجون برائحة الطين؟ كفى، فبرغم كثرة النظافة رائحته تنقص لطافة، لكن لن تجدي شخصا أطيب منه في التكوين. هذا لطيف، له مثالب لا ننكرها وبه بعض العيوب، مثل عقله المعيب وصديقه المريب، هذا فهو رجل عجيب. لست أنا الموضوع، له مثالب لا ننكرها وهذا بالتأكيد. لن يستعصي إصلاحه بقليل من الحب. هل يمكننا أن نتوقف عن هذا؟ لدينا مشكلة حقيقية تحتاج الحل. فعلاً، أخبريني بها. أهو جبنه المعهود أو ثقل ظله الممدود؟ أم هذا لأنه يتسقع في العبيد؟ لم أريد معرفة هذا. أتخفين الإعجاب الحاني بسبب الشكل لا إنساني؟ أو لأنه دوماً يخفي صفات النقل؟ له مثالب لا ننكرها لكنه إنسان غير صحيح. مغضوبة لرجل غيري، اتفقنا؟ لا مثالب لا ننكرها لكنها تضاق، عهود عقيمة وما لها قيمة، لا دولة في يدها على الإطلاق. لا مثالب لا ننكرها أمرها بسيط، دع الخطيب عنها يغيب والباقي له حل. ستجدوا صاحب المثالب الذي يصلح مثالب هو هل تقبلين يا آنا صديقنا كريستوف ليكون لك نعم؟ ماذا؟ نحن نزوجك.